رحلونا الغسل عننا بقصر، رحلونا واخر شيء صورونا مقطع فيديو وقالوا لنا انه انتوا اللي بدكم تنزلوا على سوريا. على حالة محاولة خروج عدد من الأشخاص قرابة 40 شخص خلال الأيام الماضية. للأسف الشديد تم اعتقالهم وتوقيفهم مرة ثانية. هذا الأمر سبب ردة فعل سلبي لدى إدارة المخيم كل اللاجئين الموجودين طبعا من الرجال والذكور، وعلى أساسها طبعا تم ترحيل حوالي 130 شخص. ضليت 8 شهور وكلت محامي وحاولت انه اطلع متزوج عندي مرتي وولاد وعائلتي اسطنبول عندهم كمالك وما كنت اطلع ورحلونا الغسل عننا بقصر رحلونا واخر شيء صورونا مقطع فيديو وقالوا لنا انه انتوا اللي بدكم تنزلوا على سوريا. يعني بعد ما اكلنا قتل وضرب طلبوا مننا انه تشوفوا مقطع فيديو انه نحن على اساس نحن نزلنا على سوريا بارادتنا. ضلينا يعني حكيت لكم انا 8 شهور ضليت حاولت اكثر من مره اطلع عند عيالي ما طلعت لقيمت يعني اخر شيء ترحلت.